صباح الخير وصباح السعادة عليك أستاذ عبادي. صباح الخير، صباحك نور أستاذ عبادي محجوب. احنا في انتظار رد أستاذ عبادي ألو، محجوب. يا أستاذ كيفك؟ مرحبا. صباح الخير، كيف عامل؟ تمام صباح النور، الله يبارك فيك. الحمد لله، كيف أحوالك؟ كله تمام؟ الحمد لله رب الله العالمين. يديم عليك نعمة أستاذ عبادي محجوب. إحنا سعدنا جدا باختيار مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية لاختيار السودان كدولة ضيف نعم الشرف لي. قلت لك إحنا سعدنا جدا باختيار مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، متمثلة طبعا في نعم السيناريست سيد فؤاد وكمان المخرج عزة نعم الحسيني لاختيار يا لاختيارهم للسودان كدولة ضيف شرف في النسخة 10 إن شاء الله اللي حتكون عام 2021. عايزك تعلق على الخبر ده. أولا لكم التحية، قناة سودانية 24، وشكرا لاهتمامكم بهذا المهرجان وهذا الفن الرائع، فن السينما. مهرجان الأقصر السينمائي للسينما الأفريقية، هذا المهرجان ومن المهرجانات يعني تعتبر الجديدة، ولكنه التفت بشكل مهم جدا في السينما في العالم وهي السينما الأفريقية، واختيار السودان أن يكون ضيفا في الدورة القادمة هذا اختيار موفق من جانب إدارة المهرجان والإخوة في جمهورية مصر العربية والمخرج الفنان رئيس المهرجان سيد فؤاد. أنا أعتقد أن هذه فكرة رائعة جدا، والذي يعني دعا لهذا لأن يكون السودان هو ضيف الدورة القادمة، هناك إشراقات سينمائية جديدة غيرت في أو يعني لفتت الانتباه لمخرجين سينمائيين سودانيين وأفلام سينمائية سودانية، اشتركت في مهرجانات عدة، يمكن مثلا ستموت في العشرين اشترك في أكثر من يعني مهرجانات كبيرة، ونال أكثر من جائزة، ودي نقطة تحول كبيرة في تاريخ السينما السودانية التي يعني هي محاولات فردية منذ أن نشأت، واستمرت هذه المحاولات الفردية إلى أن أتى أمجد أبو العلا وصهيب وقسم الباري ومروة زين، وهذه المحاولات الرائعة التي اشتركت في كثير من المهرجان نبهت كثير من مهرجانات العالم ونبهت كثير من المهرجانات السينمائية في العالم للالتفات للسينما السودانية. ستموت في العشرين، الحديث عن الأشجار، خرطوم أوفسايد، يعني أفلام حقيقة لفتت الانتباه للسينما السودانية، ونتمنى المشاركات الكبيرة في مهرجانات قادمة، ونتمنى أن يكون هناك في مهرجان للسينما في الخرطوم، ونحن يعني أصحاب موقع استراتيجي في القارة الأفريقية، ويعني على الأقل متزاوجين ما بين العربية والأفريقية، وممكن أن يكون هناك مهرجان شكل مختلف، بالإضافة لأننا إحنا تقدمنا في واحد من اجتماعات اتحاد الفنانين العرب لأن يكون هناك مهرجان في مدينة بورسودان لدول البحر الأحمر، على أساس أننا برضه هناك تكون في
محاولة جديدة، وزي ما بيكون في مهرجان اسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط إن شاء الله في العام القادم سوف يكون مهرجان بورسودان أو مهرجان تواكن لدول البحر الأحمر، وإن شاء الله يعني تكون في قفزة نوعية. ونحن الآن في لجنة إعادة السينما التي كونها سيد الوزير، سوف تعود السينما إن شاء الله قوية، وسوف تكون هناك مهرجانات سودانية إسوة للمهرجانات الدولية العالمية. نعم، بدعمك أستاذ عبادي محجوب، وأكيد بمجهودات الشبابية اللي يمكن من 2013 هم مجتهدين عشان ما يرجعوا سيرة السينما السودانية مرة ثانية. أنا سعيد جدا بسمع صوتك وبالاطمئنان عليك وكمان بتعليقك على الخبر. شكرا جزيلا أستاذ عبادي محجوب. يعني صوت شوية أنا ما سامعك كويس. إحنا سامعينك كنا تمام، شكرا لك، تسلم يا رب. إحنا كنا سامعينك تمام، شكرا لك، الله يديك الصحة والعافية. الله يبارك فيك، شكرا. تسلم أستاذ عبادي محجوب. يعني نلتقي ان شاء الله في مهرجان كبير، ويكون عندنا مشاركات، مش نكون مشاركين لمهرجانات دوليه اخرى، لكن يكون في مهرجان في بلدنا من المهرجانات الدوليه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ عبادي محجوب المخرج والسيناريست. شكرا.